صباح الخير يا أحلى الصباح، شخباركم؟ إن شاء الله زينين. اليوم راح أسوي لكم ربيع المقلي على طريقتي. هو معقونات حبتين ثوم مبشور، والكمون هي الكمون مطحون، فلفل أسود، فلفل أحمر، كركم، والبهار كري، والهادي ملح، ونص ليمون، وربيان نظفتهم كذي طريقة نظفتهم من هني، نظفتهم عدل زين، بس خلي دنبته عشان بعدين نقليها يصير أحلى لما مشتوية. الحين راح تحطكم كلهم مع بعض، اوكي كامل، لا تخلين شي، ثوم والبهار والليمون. خلطهم كذي، بعدين حطي في الثلاجة لمدة شي ساعة أو نص ساعة عادي، بس أهم شي طعمه وريحته يصير خمين. بعدين راح تقليهم عقب نص ساعة، طلعنا من الثلاجة الحين بقليها. بسم الله، أحلى روبيان المقلي ويا عيش. شوفوا، فيكم جربوها في البيت بوصفتي أنا، وحياكم وعليكم بالعافية إن شاء الله.